موت العلماء ثم كما قلنا ومصيبة على الأمة وكارثة لا يعرف قدر هذا إلا من عرف حقيقة العلم ومكانة العلم ومكانة العلماء في الشرع المطهر. كيف يا أخي بارك الله فيك؟ والنبي عليه الصلاة والسلام كما عند أبي داود والترمذي وابن ماجة وغيرهم وهو حديث حسن يقول فيهم أن العلماء ورثة الأنبياء، وإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما ولكنهم ورثوا العلم، فمن أخذه أخذ بحظ وافر، ما ورثوا دينارا ولا درهما، ورثوا العلم. جاء في السنن للإمام الدارمي رحمه الله من حديث من أثر سعيد بن جبير أن سعيد بن جبير سئل رحمه الله قيل له ما علامة هلاك الناس، انتبه للسؤال، قيل له ما علامة هلاك الناس؟ قال إذا هلك علماؤهم، إذا هلك علماؤهم هلكت الناس. لماذا؟ لأن العلماء هم الذين يدلونهم إلى الحق وإلى الهدى. كيف تعلم أنه يجوز لك أن تشرب هذا الماء ولا ما يجوز؟ كيف تعلم أن هذا المعاملة التي تعامل بها في بيع وشراء، أخذ وعطاء، في حج، في عمرة، في صيام، في زكاة، في نكاح، في طلاق، في إرث، في حدود، في ديات، في غير ذلك أبواب الشرع الحنيف، من يبين هذا إلا أهل السنة المحضة من علماء الحق؟ قال إذا هلك علماؤهم، وهلاك العلماء له معنيان هنا. المعنى الأول الذي مضى وهو موتهم على الحقيقة، وهناك معنى آخر خفي وهو أن يكون العلماء بين أظهر الناس موجودين، ولكن يقطع الطريق دون العامة ودونهم فينفرون، ينفر الناس وعامة الناس من علماء السنة. مثل رجل ذكر الشاطبي رحمه الله في الاعتصام عن رجل رأس في بدعة الاعتزال يسمى عمرو بن عبيد المعتزلي. هذا الرجل ضاق ذرعا بجلوس الناس والطلاب إلى الإمام الحسن البصري وإلى الإمام محمد بن سيرين يستفتونهم ويجلسون إليهم ويستمعون العلم منهم. قال ماذا تريد من هؤلاء؟ يبغى يزهد الآن، يريد أن يزهد الناس في من؟ في الحسن وابن سيرين. قال ماذا تريدون من هؤلاء؟ هؤلاء علماء الخرق، علماء الخرق يعني علماء الحيض والنفاس، ولكل قوم وارث. أما قيلت هذه الكلمات في علماء السنة الآن؟ مثاله أقرب ما يكون في حرب الخليج الأخيرة، احتلال العراق للكويت. أما قال بعض الشذاذ هؤلاء الأدعياء لما أرادوا النيل من أئمة الإسلام الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله وإخوانه من العلماء، أما قال هذا العلماء علماء الحيض والنفاس؟ أما قال بعض هؤلاء علماء لا يفقهون الواقع؟ أما قال هذا العلماء مضغوط عليهم؟ أما قالوا ولا زال لكل قوم إيش وارث، أقول لكل قوم وراث. وهذا بارك الله فيكم في السنة موجود، هكذا فعل سلفهم الطالح مع سلفنا الصالح. سلفهم الطالح من الكفرة والمشركين فعلوا، نحن لا نكفرهم لكن هم شابهوهم في الفعل، فعلوا كذلك مع رسول الله عليه الصلاة والسلام. أرادوا صد الناس عنه فقالوا ساحر، قالوا مجنون، قالوا كذاب، قالوا، أليس كذلك؟ وكذلك يفعلون، فهم يتوافقون. وهكذا فعل
علماء الباطل أو أئمة الضلال مع أئمة السنة كما قلنا عمرو بن عبيد ومن معه. في صحيح البخاري في حديث كتاب البدء الوحي الطويل، أما جاء النبي عليه الصلاة والسلام إلى ورقة بن نوفل وأخبر لما بعد أن نزل من الغار وغير ذلك، قال الشاهد قال ليتني كنت فيها جذعا إذ يخرجك قومك. قال أو مخرجيهم؟ معقول؟ أما كانوا يقولون عنه الصادق الأمين أو مخرجيهم؟ قال ما جاء رجل بالذي جئت به إلا عودي، ما جاء رجل بالذي جئت به إلا عودي، وهكذلك يفعلون. فلا يرفع السنة أحد ويدعو إليها، السنة المحضة، انتبه. فكثير من الناس يتلبس بالسنة وهو بعيد عنها، يدس السم في العسل. أقول السنة المحضة، وهم من أهل العلم حقا وحقيقة، إلا عودي. وتشتد، يشتد العداء أكثر وأكثر كلما ازدادت الغربة، كلما ازدادت الغربة. يا إخوة، ما هو كل واحد يقوى، ليس كل العلماء يقوون على إظهار الحق في كل وقت وفي كل زمان وفي كل مكان، ولا كلهم يستطيع أن يثبت وقت الإيذاء، فهم صفوة. يدل على هذا كلام الإمام ابن القيم رحمه الله، وهو مقتبس من كلام شيخه شيخ الإسلام، يقول في المدارج رحمه الله، مدارج السالكين، يقول أهل الإسلام في أهل الملل غرباء. المسلمين، وعندك هندوس وبوذية ويهودية ونصرانية، ملل كثيرة. أهل الإسلام في أهل الملل غرباء، وأهل السنة في أهل الإسلام غرباء. المسلمون يدعون الإسلام كثير، في كذا وفي كذا، معتزلة وجهمية ومرجئة وغير خوارج و صحيح؟ أهل السنة في أهل الإسلام غرباء، وأهل العلم من أهل السنة في أهل السنة غرباء. ليس كل أهل السنة علماء، فالعلماء من أهل السنة إيش؟ قلة. قال والذابون عنها، المدافعون عن حياضها، من أهل العلم في أهل العلم غرباء. رأيت كيف ضاقت الحلقات؟ ولهذا الإمام يحيى بن معين كما في ترجمة الإمام أحمد من تهذيب الكمال قال يريدون منا أن نكون كأحمد بن حنبل، والله لا نقوى على ما يقوى عليه أحمد، والله لا نقوى على ما يقوى عليه أحمد. ولهذا كان رحمه الله بحق وصدق إلى يومنا هذا هو إمام أهل السنة والجماعة، حبه دين وبغضه نفاق والعياذ بالله. ولهذا قالت الأئمة في عصره وبعد عصره إلى يومنا هذا، إذا رأيت الرجل يبغض أحمد بن حنبل فاتهمه على الإسلام، وفي لفظ لبعضهم فاعلم أنه مبتدع. فلزوم غرز أولئك الأئمة رحمه الله فيه النجاة والثبات على هذا الصراط.